أنثى الكناري لا تبني العش، أنثى الكناري ترمي مواد التعشيش في أرضية القفص. بيض الكناري غير ملقح، البيض لم يفقس في وقته. هذه المشاكل التي تواجه العديد من المربين في هذه الفترة. قبل أن تواجه كل هذا عليك اتباع العديد من الخطوات، وأولا مراقبة جهوزية الطيور. هذا ما سنراه في فيديو اليوم. جميعا سنتعلم كيف نعرف أن ذكر وأنثى الكناري جاهزين للتزاوج. علامات بارزة وعلامات مخفية. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين، نتمنى تكونوا في صحة جيدة، نتوما والأهل ديالكم والطيور ديالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقبل ما ندخلوا في الموضوع، الشكر الجزيل من كل قلبي لكم جميعا على الإعجاب، لايكات بالفيديوهات، على المشاركة ديالهم مع الأصدقاء، وعلى التعاليق الجميلة المحفزة. شكرا جزيلا. وإخواني أولا سنرى كيف نعرف إن كان ذكر الكناري جاهز للتزاوج. وأول علامة تدل على بداية جهوزية الذكر وهي التغريد القوي والمتواصل. فذكر الكناري لما يبدأ في التغريد بقوة ولفترات طويلة هذا يدل على بداية الجهوزية. وتاني علامة يجب فحص بطن الطائر. وهنا كيف ما كنلاحظوا كنبداو نشوفوا بأن العضو ديال الذكر يبدأ في البروز، وهذا يدل على أنه بدأ في الجهوزية. ولكن هذا الذكر هذا ليس جاهزا تماما، والفرق ستلاحظونه في هذه الصورة. الذكر هذا كنشوفه بأن العضو ديالو بارز أكثر من الأول، وهذا يدل على أنه يفوقه جهوزية. ولكن هنايا غادي نهضر على واحد النقطة اللي هي مهمة، أنه لا يجب تزاوج الكناري في هذه الفترة، لأن الكناري معظمهم في فترة راحة، وإذا لم نقدم لهم فترة راحة كافية فإننا سنواجه مشاكل في الموسم، وستكون النتائج ليست كالمرغوب فيها. إخواني نمر إلى الأنثى، وأولا سنرى العلامات الظاهرة. عند فحص بطن الأنثى نلاحظ قلة الشعر وبروز وانتفاخ على مستوى البطن، هذا يدل على بداية تكون عنقود البيض. والآن أريد منكم الملاحظة جيدا، لاحظوا هذه الأنثى واكتبوا لي في التعليقات الفرق بينها وبين الأولى. هذا الفرق يدل على أن الثانية جاهزة أكثر وممكن أن تتزاوج في هذه الفترة، ولكن كما قلنا سنتركها لفترة الراحة وبعدها نبدأ في التجهيز بتقديم مكملات ومحفزات لكي يكون عندنا موسم تزاوج ناجح. وهناك علامات أخرى تدل على أن أنثى الكناري جاهزة للتزاوج، ومنها كثرة الحركة في القفص، القفز من مجفم لآخر، وإذا قدمت لها مواد التعشيش فإنها ستبدأ في اللعب بها وبعثرتها في القفص، وإذا قدمت لها العش فإنها ستبدأ في بناء العش، وهذا يدل على تمام الجهوزية وعلى أنها جاهزة تماما للتزاوج، ويمكنك أن تدخل الذكر إليها. والآن سنرى علامات تدل على أن الاثنين جاهزين وستنجح بالتزاوج منهما. أولا إطعام الذكر للأنثى، فستلاحظ أن الذكر وهما معزولين عن بعض سيبدأ في إطعام الأنثى بين قضبان القفص. وعند تغريد الذكر بقوة فالأنثى تتخذ وضعية التزاوج، ألا وهي رفع الذيل. والآن سأتطرق لنقاط مهمة ستكون حاسمة في إنجاح موسم التزاوج. بالنسبة للأنثى تقديم بروتينات وكالسيوم،
لأنها المسؤولة عن إنتاج البيض، وهذا ما يحتاجه البيض لكي يتكون في بطن الأنثى. بالنسبة للذكر، يجب تقديم محفزات للحصول على أكبر عدد بيض مخصب، ولكن هذا وحده لن يكون كافيا بدون نظام غذائي متنوع وشامل لكي نقدم الفيتامينات والأملاح المعدنية وكل ما يحتاجه الطيور في هذه المرحلة. في مقاطع قادمة سنرى كل هذه النقاط. تأكد أنك مشترك في القناة لتتوصل بالإشعارات. لايك أعجب الفيديو إخواني، تعليق جميل كالعادة. شكرا لكم جميعا، أتمنى أن أراكم في صحة جيدة في مقطع قادم إن شاء الله. إخواني السلام.